ريكورد. سلام، بفيديو اليوم رح نشوف خطة لقضاء أجمل عطلة في عيد الأضحى. مش شرط في عيد الأضحى، ممكن تأخذوها كخطة وتروحوا وين ما بدكم. في إغلاق فيش إغلاق، البلد حمراء البلد صفراء، ما رح يهمكم، لأنه المكان ببساطة بالريف ورح تأكلوا أطيب أكل وتقابلوا أطيب قلوب بشر. إذا بتحبوا الازدحامات والضجيج والأكشن مكشن، هذا الفيديو مش لإلكم، هذا الفيديو لمحبي الطبيعة والريف والرواء. وخلينا نبدأ. تركيا هي واحدة من الأماكن اللي راح تكون جداً مكتظة في العيد، لدرجة إنه المشي في الأماكن السياحية لا يطاق من كثر الاكتظاظ، وخطورة العدوى بالأمراض راح تكون جداً عالية. ولكن إذا بتروحوا طرابزون وبتمشوا على الخطوات اللي راح أحكي لكم إياها راح تستدعوا لي. وبداية، أول ما توصلوا مطار طرابزون بتستأجروا سيارة لكل المدة اللي راح تكونوا فيها مقيمين في طرابزون. الموضوع سهل وغير مكلف نسبة لأي وسيلة مواصلات ثانية. جينا نستأجر سيارة، لقينا إنه السيارات هنا بتختلف من سيارة لسيارة ومن مكان لآخر على الأسعار تبعت استئجار السيارة. أنا هنا بدي استأجر سيارة اللي هي بخمس أيام بسبعمية ليرة فورد من هاي النوع. اثنين، خلي الإقامة تكون قريبة من السنتر. أنا عن نفسي أخذت في فندق لايف بوينت هوتيل وكنت جدا مبسوط. أهم ما في الأمر كان في باركينج للسيارة وأنا كنت جدا قريب من السنتر. مهم، بعد ما فرفرتها لطرابزون أرني أرني زنقة زنقة بيت بيت دار دار. خليني أحكي لكم أجمل الأماكن اللي كنت فيها. اليوم اللي بتوصلوا فيه ارتاحوا وانزلوا على السنتر، تجولوا وكلوا وانبسطوا. ثاني يوم من الصبح بكير بتفطروا وبتروحوا على بحيرة أوزينغول. اكتبوا بالويز أو بجوجل مابس أوزينغول. الطريق للوصول رح تسحرك، وهناك رح تشاهد أحد جنان الأرض، وفيكوا تطلعوا بالباراشوت وتقضوا وقت جدا ممتع وحلو من مطاعم ومشي حول البحيرة. رابع خطوة، في ثالث يوم بتروحوا على مرتفعات حيدر نبي، تكتبوا على الويز أو جوجل مابس مثل ما انتوا شايفينها أسفل الشاشة. هذا المكان بتكونوا بين الغيوم، ايضا في بحيرة وبتاكلوا اطيب اكل ريفي كله اورجانيك فريش، الاشي شلخ ملخ من الاخر. بيكون في هاي المنطقة اجباري يجي على مرتفعات حيدر نبي وياكل بهذا المطعم. بياني باشا يدي نبي الالوستا الالوستا؟ ايوه دليشيس. وراي الصورة مش محروقة. لا 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 لا، هاي غيوم، احنا في وسط السحاب. اليوم الرابع بتروحوا على بحيرة سيرة، اكتبوا في جوجل مابس سيرة ليك. من بعدها روحوا قضوا يومكم بواحد من شواطئ طرابزون. في كثير شواطئ، اكتبوا على جوجل شواطئ طرابزون واختاروا اللي بتحبوه واللي بتستحلوه. في شاطئ جوزليلي، في شاطئ كندير ليك، في شاطئ تشارشاباش، اختاروا اللي بتستحلوه وبتحبوه وروحوا عليه. في اليوم الخامس بدي اخيركم تأحيركم. انا عن نفسي انبسطت في المكانين. اول واحد كان مرتفعات سلطان مراد. بهذا المكان بتكونوا فوق الغيوم وبتشاهدوا أجمل طبيعة وبتاكلوا أطيب أكل. شرفكم بشرفكم. كيف هالشوارب؟
من مرتفعات السلطان مراد كان من الواضح انهم بربوا اغنام وابقار وكله اورجانيك، فحبينا انه نستطعم اللحمه مثل ما قلت لكم، يعني هون الريش لا تعوض. إذا تواجدتوا بترابزون بنصحكم جداً جداً إنكم تيجوا على منطقة مرتفعات السلطان مراد، المكان جداً رائع. بنصحكم إنكم تستأجروا سيارة لأنه رح توقفوا بأكثر من منطقة، تقريباً ساعة وخمسين دقيقة أخذت معنا من ترابزون لهون، ولكن الإشي بسوى كل متر بتمشوه لأجل إنكم توصلوا هاي المنطقة. يعني شوفوا هالمنطقة وتنسوش انه هاي المنطقة لما بيكون في غيوم بتكونوا انتو موجودين فوق الغيم، يعني بتكون هيك طبقة كلياتها غيم وانتو فوقيها. شاهدوا الجمال هون، شاهدوا الريف، شاهدوا ايش الناس على ايش عايشين. ثاني مكان البحيرة الزرقاء. في هذول المكانين ما في كثير شو تعملوا أكثر من إنكم تشاهدوا جمال مش طبيعي وتأخذوا صور وتنبسطوا. هذول المكانين ما بنصح تروحوا عليهن مع أطفال، ولكن إذا إنتوا أزواج أو برفقة الأصحاب رح تنبسطوا كثير. في اليوم السادس خليكوا قراب من السنتر، اعملوا مشترياتكم وكلوا وارتاحوا وانبسطوا. وقبل ما اختم رح اقولكوا نصائح لوين ما تروحوا، لانه الاشي هبل العادي. اياك تروح على سوميلا مانستري او اللي بقولولها دير سوميلا. شايفين انتو كيف بتشوفوها بالصور وعظمة البناء وكيف محفورة بالجبل؟ ما كله بتشوفوش منه اشي. رحنا على دير سوميلا نزلنا درج وطلعنا درج ولا حسيت بمتعة اشي. يعني هو المحل ممكن انك انت تروحه، ولكن ما هيك بشعرك انه كان بسوى انه انا اروح على هذا المكان وادفع الدخول واروح هاي الطريق. ثاني مكان هو كان جسر الازاز. يعني ان هذول المحلين حلوين، ولكن خليهن لاخر الرحلة اذا كان معك وقت تروح عليهن، ولكن انا ما بنصح فيهن. ما حسيت بالباجج اني انا منطي من وقتي للطريق واني ادفع رسوم الدخول وكل هاي الامور بالاخر على ايش الاشي اللي عشته او ايش اخذت متعة من هذول المكانين. بتمنى لكم رحلة سعيدة وكل عام وانتم بخير. ما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، اشتراك في القناة. بنشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.